وصل يا جمهور اللايك السريع الفيديو الفظيع برنساتي. مرحبا بكم في قناتي شهد والتمريض. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في الفيديو اللي مش عايز يبدأ دي ده. ان شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مراجعة الاناتومي يا شباب، اللي ان شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. هقول لكم ايه الحاجات المهمة على طول ونشرحها على طول وتحاولوا تثبتوها، وبالتوفيق ان شاء الله بكرة بإذن الله تطلعوا مبسوطين وتفرحوني وتطمنوني عليكم ان شاء الله. اول حاجة يا شباب، هنا في الصفحة دي في الديفينيشن، عارف الاناتومي مهم ولكن مش قوي، نوع الساينس نفسه بتاع الاستودينج ايه، دراسة الاستراتيكتشر. اقفلي يا شمس الباب، سوري يا شباب عذرا. دراسة الاستراكتشر اوف ذا هيومن بودي، اللي هو يكون إيه عندنا يعني، نعرف بس الحتة دي مش اكتر. اوريدي اول حاجة في الكتاب فاوريدي هتكونوا عارفينها، يعني الاي ان اي معناها ايه، سرو من خلال، التي او ام معناها مينز تو كات، ان انا بعمل كات يا شباب، الواي معناها سافكس. يا رب تكون البتاع واضحة، عايزة اوريدي انتوا معاكم الكتاب تمام، عشان انا بس واخدهم من ندى على طول واتس. التي او ام ان معناها مينز تو كات، قلنا الواي نعرف الثلاثه دول عامه تمام. السفكس فورمينج ايه، نون اللي بتعمل لي الاسم يعني، فدي حاجه نعرفها. بعد كده الاناتومي مينز تو كات ثرو اور تو، يبقى دي ايوه كده تمام، or to dissect to study the structure of the human body. يعني عدوا الحاجات دي كلها، لا مش محتاجين فيها حاجة. the word is used as a name for science، برضو عدوا اللي هو الكلمة بتستخدم كاسم، وحاجات دي برضو مش مهمة. الهيومن بادي از consisted، اللي هو بيتكون يا شباب من تو سيستمز عندنا، اللي هما بيكونوا ايه، اتش ار consisted of organs، يعني انا عندي الوقت الجسم بتاعي بيتكون من جهازين تمام، والاجهزه دي يا شباب او كل واحد فيهم بيتكون من اورجانز، اعضاء داخل فيه تمام. عندنا الاورجانز اتش ار كونسيستد ايه، وفي التشو الاعضاء بتتكون من انسجه، والتشوز بتتكون من سيلز خلايا. تاني كده عرفوا معايا الترتيب ده. اول حاجه انا عندي سيستمز اجهزه، الاجهزه من اورجانز والاعضاء، والاورجانز من تشوز تمام، والانسجه والتشوز من ايه، او بتكون من ايه، من سيلز خلايا. نعرفهم بالترتيب ده يا شباب، مهمين جدا كترتيب تمام. طيب عايزين نعرف بقى ايه، سيلز ويتش ار بيزك يونت اوف ذا بودي، اللي هو عند العلم بتاع الاناتومي انكلودز ستادينج ايه، بيدرس ايه يا شباب، بيدرس الحاجتين دول، بيدرس ستادينج الاستراكشر بتاع السيلز وستادينج للايه، للتيشو ليفل تمام. ده بسميه ايه وده بسميه ايه، مهمين تمام تمام جدا جدا جدا. واحد سيتولوجي وطبعا احنا عارفين ان السي لو جه بعديها بتنطق امتى، سي واي لو جه بعديها زائد واي او اي او اي تمام، لكن السي لو جه بعدها اي حاجه تاني بقى ايه، او ايه تاني، او اي حرف بقى من باقي الحروف غير الاي والوي، غير الاي والواي والاي، تبقى تنطق كي تمام. كده عرفنا القاعده دي، اوريدي تبقى تتقال تاني في الكورس ان شاء الله. المهم خلينا يا شباب ان احنا عندنا سيتولوجي ومايكرو مايكرو ايه، مايكرو اناتومي تمام. طيب او هيستولوجي، تاني عندكم حاجه اسمها سايكولوجي ماشي، والتاني اسمها هيستولوجي، عشان دي اللي في الغالب الاسم الشائع يعني، او اللي بتعملوا بيه سايتولوجي وهيستولوجي، واللي اسمها مايكرو اناتومي تمام. الاثنين مهمين، الاسماء دي مهمه يا شباب، اللهم بلغتوا. كمان رقم ثلاثة في الدراسه نعرف يا شباب بتدرس كام حاجه، ثلاثة ستادينج تمام. بتدرس ايه، الاورجانز، يبقى انا بدرس السيلز التشو الاورجانز، بدرس السيلز التشو الاورجانز تمام. اللي بسميها ماكرو، يبقى احنا نفرق المايكرو كانت ايه، كانت تشو، لان التشو الاورجانز بتتكون من تشو، فالتشو صغيره عن الاورجانز. الاورجانز بتبقى حاجه كبيره زي مثلا اورجان بتاع الليفر، العضو بتاع اللي هو الكبد، اورجان البرين، اورجان الهارت، كل الحاجات دي اعضاء تمام. طيب فدي بسميها ماكرو او بسميها جروس اناتومي، يعني ايه، يعني حاجه كبيره، اما المايكرو حاجه دقيقه وصغيره تمام يا شباب، فرقوا بينهم وظبطوهم. طيب الميسس بتاع دراسه الاناتومي، عندنا حاجه سيستميك وحاجه ريجيونال تمام. حاجه بتكون يا شباب لما بدرسها
في الانديفيدوال بودي سيستم مهمه جدا 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 دي، تمام. ولما بدرس الديفرنت بودي اوريجونز تبقى ريجيونال، عشان كده يعني ماشي اللي هو ريجيونز يبقى ريجيونز يبقى ريجيونال. اما لو الانديفيدوال بودي سيستم دي تبقى سيستميك او سيستماتيك، علموها كده عشان تبقى الدنيا بسيطه معاكم. حاولوا تذاكروا بفن، عارفين لو الدنيا لو انا مش مضغوطه كنت ظبطت لكم حته ان انتوا تذاكروا فن دي ازاي. يعني انا ساعات بذاكر يعني لو مثلا لو انتوا مثلا بتذاكروا انا اذاكر ازاي او اظبطها ازاي، ممكن تعملوا قصه للحاجه دي لو انتوا شايفين انتوا صعب ان انتوا تفتكروها او خايفين تنسوها، لا علموها بحاجه معينه اكتبوها كتير. كل الحاجات دي بتثبت المذاكره يا شباب، تثبت الكلمات او الحاجات اللي انتوا خايفين تنسوها، تمام. يعني انا الحمد لله حصلت عمري ما بترجم حاجه انجليش، يعني الحمد لله دي بحس انها كده يعني حد جاي من امريكا فعلا، هو مش لا مش مصريه. بحب دايما اللي هو الكلام بتاعي دايما انجليش، ليه؟ انا ما بنساش انجليش الحمد لله. يعني ايه؟ يعني انا كنت في الثانويه جبت مره قاموس كان فيه 4000 كلمه، يعني انتوا في امتحان الصبح بس هقول الحته دي. كان فيه 4000 كلمه، انا حفظت القاموس كله الحمد لله لحد هذه اللحظه، انا ما نسيتش منه كلمه. وكان كلمات بقى وتعبيرات وحروف جر وهكذا يعني، بس ال 4000 كلمه خلوني دخلت امتحان الانجليش انا ما كنتش برضو بترجم. فالحمد لله تفوقي في الانجليش ده من ايام الثانويه يعني، وكنت مقفلاه في ثالثه ثانوي الحمد لله برضو. فده بسبب ان انا ما بنساش الكلمات، بحفظها بطريقه كويسه بتثبت عندي على طول، تمام. يعني ما بنساش زي ما انتوا بتنسوها. هنعالج حته النسيان دي برضو في الكورس باذن الله. ايه تاني بقى؟ خلينا المهم هنا الاول اللي عندنا الريجونال اناتومي. هنا عندي ان انا عندي حاجه الهيت والنيك والترانك نعرفهم، وده بتشمل الثوراسيك والابدومين والبلفس واللمبس، طبعا الابر واللور لمب، تمام، اللي هو الاطراف يعني، تمام. ودي مهمه الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن الاوضاع يا شباب عندنا ايه نعرفهم. الستاندنج اريكت ابرايت، انا هبعت لكم صور عشان تثبتوا الحاجات دي، مش عارفه انتوا عندكم ولا صور ولا لا، بس انا بفكروني يعني ان شاء الله ندى تفكرني لو انا ما بعتش الصور على طول بعد الفيديو تبقى تفكرني. ستاندنج اريكت ابرايت او ذا فيس اند ايز، يعني اقراهم بقى واعرفوهم، تمام، عشان ما اقعدش اقراهم على الفاضي. بعد كده عندنا ايه تاني؟ هم عامه تقريبا الصور مش جايه بالترتيب، يعني دي صفحه 3 دي صفحه 18، فانا هقول بقى وخلاص، وكده كده انا مش بشرح فاوريدي يعني مش هتتلخبطوا ولا حاجه. طيب عندنا البون، سيبكم من يعني لا اعرفوا دي، اعرفوا ان البلين جوينت بتكون شكله ازاي، السادل جوينت بتكون شكله ازاي، لربما يجيب لك صوره ويقول لك ده ايه، تمام. طيب الاستابيليتي يا شباب بتاع الجوينت ديبندس اون 3 مينز فاكتور، الثبات بتاع الجوينت نفسه المفصل يبقى ثابت ازاي معتمد على ثلاث حاجات نعرفهم، شكله وحجمه مهمين. طب تعالى ندرس بقى البونز. البونز يا شباب بكل بعرف تعرفها ان هي بتكون سبورت اند بروتكت مش عارفه ايه، نعرف الحته دي. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع البونز ماشي، نعرف ان هي بتتقسم تبقى طبقا لمين، لثلاث حاجات برضو، ريجونز يعني مش مهم قوي بس نعرفها، وستراكتشر التركيبه، وجنرال شيب شكلها فل لحد كده فل. طيب اللي ركزوا معايا قوي 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 محدش ينام، الاكسيال سكيليتال ايه سكيليتون بيكون بقى فيه مين مهم، دي بقى جايه في الامتحان يعني، شوفوا انا لحد دلوقتي لسه ما قلت لكم شيء، دي جايه بالتاكيد يعني، بس لا دي ان شاء الله جايه. الاكسيال تمام بيكون اللي هو المحوري والاي والابنديكولار، الاكسيال يا شباب اللي هو ايه هنا عمودي، فانا هنا عندي في الاكسيال لا هنا بيكون السكال والجمجمه والفيرتيب ايه، نعرف الحاجات اللي موجوده فيه. اما في الابنديكولار ماشي سكيلتون ده بيكون فيه البونز بتاع الابر ايه واللور لمبس. الابنديكولار ده يا شباب يعتبر اللي هو ايه حاجات اللي هي بتكون اطراف زوائد يعني او كده. اما الاكسيال اللي هو الحاجات المحوريه الاساسيه لا بقى بتكون الجمجمه، ليه؟ لان الجمجمه في نص الرأس يعني في نص الجسم دي محوريه، العمود الفقري ما ده محوري ده هو اللي شايل الجسم هو اللي في النص. اما الزوائد بقى الاطراف ايديك ورجلك والحاجات دي فنعرفهم عشان والله ان شاء الله جايين في امتحان من غير حلفان يعني، مش معايا الامتحان عشان احلف بس ببقى متاكده. الكلاسيفيكيشن بتاع الاكوردنج تو جنرال شيب يا شباب طبعا مهمه جدا، نطلع بقى ونقعد عشان كده بقول يعني مش عارفه المحافظه الوحيده اللي بشرح لها من صور بتبعتها لي من يعني ما بشرحش البي دي اف، مش فاهمه ازاي مش فاهمه ازاي الكليه عندكم مش موفره لكم برده بي دي اف، ما علينا. المهم ان انا عندي هنا اللونج بونز يعني نعرفها والشورت بونز نعرفها، ونعرف مثال كل واحده فيهم عشان لما اجي بكره يقول لي اللمبس الهيومرس الفيمر، الفيمر اللي هو عزمه الفخده الفيمر يا شباب اكيد عارفين يعني، فدي بتكون ايه، ويجيب لك لونج بونز ولا شورت بونز ولا ريجولار ولا فلات، والله جايين بكره في الامتحان، تمام، مهمين جدا.
اهو كنا في صفحة 18 دخلنا على 23، مش مترتبين بس ما علينا. الهاند يا شباب، الهاند البونز اللي بيكون في الهاند بقسمها ل 3 كاتيجوريز، اللي هو عندنا 3 بقسمهم ل 3 حاجات تمام. 3 افتكروا هم 3 كاربال وميتا كاربال وهم ايه وفالانجيس تمام، فالانجيس ميتا كاربال كاربال اعرفها كده يعني. حتى وانتم بتذكروا لو غنيت الحاجات برضه حاولت تعملوها في نغمه موسيقيه كده هتظبط معاكم. كاربال ميتا كاربال فالانجيز، دول السري بتوع المين الهاند. وبادخلوا بقى اعرفوا الحاجات دي اقراوها احتياطي. وطبعا طبعا طبعا شايفين الصوره اللي قدامكم دي، تعالوا كده الصور بتاعتهم كده تقسيمه مهمه نعرفها، يعني الكاربال فين الميتا كاربال فين، لا الفالانجيز كده فاهميني. طيب البونز بتاع اللور بقى تحت عندنا اول حاجه الهب تمام، الهب ماشي، ال السكرو ايه الياك جوينت، والبابل والبابك ايه سيمفايسس بتاع العانه، والالياك ايه جوينت تمام. او ده ايه ده هب برضو، سوري الياك ايه سوري يا شباب دي هب. الكلام كان عليها. طيب ال ايه تاني، ايه تاني المهم السكيليتال ماسل اتاتشمنت، تعلموا بقى الحاجات دي في كتابكم كده ورايح على طول، وبعد كده تقعدوا تذاكروهم كويس جدا جدا جدا، وان شاء الله تطلعوا بكره وتقفلوا وتدعوا لي. إيه عندنا شباب الاوريجان بتاعها السكيليتال ماسل اتاتشمنت، بنعرف الاصل العظمه دي او الجوينت ده بيكون فين. إيه بعد كده او المفصل السكيليتال ماسل تمام، يعني مش مهم قوي بس نعرفها. الانزيرشن ايه هو إيه؟ بص يا شباب عايزه افرق بين الاوريجن والانزيرشن، نفرق بينهم. الديفرنت شيبس وفي السكيليتال ماسل نعرف ان هم ممكن تكون سيركولار، حسي انا دايره يعني في شكل دائريه كده، لا ده ممكن زي مثلا هنا ماشي، لا ده ممكن تكون كونفرجنت، ممكن تكون بارالل تحسها موازيه ومصاد كده يعني. اعرفوا الاسماء دي مهمه، تعرف كل واحده فيهم مهم يا شباب، تعرف كل واحده فيهم مهم يا شباب. واليوني بنيت والباي يوني يعني واحده تمام، والباي يعني تو اهو، الله اكبر من غير ما ابص، فركزوا عليهم وثبتوهم كده تمام عشان برضو مهمين. طيب بعد كده الفانكشنز بتاعه الايه السوبرفيشال فاشيه، الفانكشنز مهمه نعرف السبعه، وحاولوا مش شرط احفظوا الجمله كلها، لو علمتوهم يعني مثلا هنا عايز اسهل لكم الدنيا والله بس مفيش وقت، لو مثلا انتوا لسه بعتين لي كمان الكتاب دلوقتي، البروتكتيف فانكشن تو اندرلاينج الاستراكشر والانسيوليتر، يعني عايز اعرفهم مثلا هنا احفظ ان هي انسيوليتر فانكشن، لا هنا بروتكتيف فانكشن، سيبكوا الباقي ده مش عايزاه، هي وظيفه حمايه بتعمل حمايه، ده بتعمل انسيوليتر، ده بتعمل عازل، ده بتعمل مش عارفه ايه مهمه. دي الحاجات اللي انا عايز اعرفها عشان ما تنسوش في الامتحان وتدخلوا تقولوا كنا فاكرين بس نسينا، لا انتوا اللي بتذاكروا غلط تمام. هظبط لكم الحاجات دي ان شاء الله، حتى على الاقل خالص على بس ما افضل كده في الاجازه بتاعت نص السنه من الضغط بتاعكم، اظبط لكم الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. البلاش ممبرين ذات لايز اندر ايه اندر كوفر اوف السورفيشال فاشيا انسين، عدوا الكلام ده كله ماشي. عندنا ايه تاني يا دكاتره يا شباب، ال طبعا ده العظمه جايب لنا بقى في الاول بتكون الاند بتاعها اسمه ايه اكروميال اند، طبعا دي النهايه فمعروفه، والاسترينيال ايه انت فعرفوا الحاجات دي يا شباب مهمه، اجزاء العظمه دي مهمه، الاسكابيولا مهمه، الاسكابيولا مهمه تمام مهمه يا شباب. الحته دي نقراها، البوردر نفسها بتاعتها ان هي فيرتبرال بوردر والسيبوريار بوردر والاكزيلاري بوردر، انتوا عارفين العظمه يا شباب هتعرفوا عارفين شكلها برضو، فكرونا ابعت لكم تسيه تقريبا موجوده هنا ماشي، تقريبا موجوده هنا ماشي، فعرفوها اهو الاناتوم بتاعها، فلو انتوا عارفين شكلها تقدروا تعرفوا بقى الايه، علموا الحاجات دي على الصوره يعني بس ماشي. طيب الايه تاني طبعا هنا المالتي بنيت نعرفها، مالتي يعني متعدد مالتيبل يعني، فعلموها برضو بكلمه. الفاسي فورم ماسلز برضو نعرف تعرفها، التايبز بتاع الماسلز اكوردنج تو اكشن مهمه، هما كام هما فور فنعرفهم عشان مهمين. الجوينتس الجوينتس نعرف ان انا عندي بيكون وير تو اور مور بونز ميت، لا يعني الجوينت ايه هو تعريفه مهمه جدا 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 جدا. الجوينت يا شباب معناه ان انا عندي يا شباب عظمه او اتنين بيتجمعوا في مين في فهو ده المفصل، لو انا عندي عظمه او اتنين بيتجمعوا عذرا في اثناء اصلا مسبب بسجل وبصل للناس بتكلمني، فالمهم ان انا عندي عظمه او اتنين بيتجمعوا في المفصل ده او في مفصل بيعملهم بيجمعهم، فاوريدي ده بيكون ايه دي جوينتس. طيب
الانواع بتاعتها ان هي الفايبروس ده بيكون اموفابل يعني مش بيتحرك، فدي مهمه. يعني اقراوا الحته دي عشان مهمه كلها. تمام. طيب ايه تاني، ايه تاني يا دكاتره؟ السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا يا شباب برضو من اهم الحاجات اللي بتدرسوها، فنعرف ان هي بتكون وايت وايت فايبرو فاتي لاير. تمام. It's very sick in some regions. بتكون sick، بتكون سميكة كده شوية. السن في مين؟ أندلوز، عشان تسمح وظيفتها انها بتكون ليه سن فنعرفها. تمام. طيب الكونتيننتس بتاع سوبر فيشال فاشيا مهمين جدا جدا. طيب ايه تاني، ايه تاني؟ السيزامويد. السيزامويد بونز مهمة جدا 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 كديفينيشن. وستة في النيوماتيك بونز يا شباب، يا شباب نعرفهم. السم ديتيلز اون لونج لونج بونز، لونج 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 بونز يا شباب العظام الطويله برضو، يعني حاولوا تقراوهم. لكن اللي جاي قوي قوي هثبت لكم في الاخر، عشان طبعا عارفه الامتحان بتاعكم بيكون لسه اصلا كاسئله بيكون قليل، فهثبت لكم كام حاجه كده ان شاء الله. البونز بتاع الابر ليمب ده طبعا ايه، هي مهمه جدا 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 وجايه في الامتحان. ماشي. اللي هي الكلافيك ماشي، الكلافيكل والايه والاكروميال اللي احنا لسه قارينها في السلايد اللي فات، فمهمه. ايه تاني، ايه تاني؟ تعالوا هنا كده. العظام دي يا شباب تعرفوا شكلها. عندنا الكارتليجينس جوينتس بارتلي موفابل، لو جزام ايه تقريبا بتتحرك يعني. طيب ايه نعرفها؟ البرايمري نعرفها، والسكندري نعرفها، ونفرق بينهم يا شباب. ماشي. للاسف ان مفيش وقت، عايزه ارجع لكم بس مفيش وقت واظبط لكم الدنيا. طبعا احنا لسه قايلين الهيستولوجي وال صح، قلنا الصفحه دي متكرره. الفانكشنز بتاعت الديب فاشيا برضو مهمه، يا نقراها، اقراهم كلهم بقى. الماسكولار سيستم يا شباب ماشي. الماسكولار سيستم في ايه؟ فور بيزك فانكشن اوف الماسكولار سيستم نعرفهم، اللي هي الحركه وال ايه تاني، والاستابليزنج الحاجات دي. نقرا الحته دي كده. السكيليتال ماسل اتشن تو سكيليتون، عدوا مفيش حاجه تاني. تعالوا بقى هنا الساينوفيال جوينتس بتساوي الدايره، الدايره سيروزس وده سيروز فير ليموفال، دي بتتحرك بقى كامله، فدي مهمه جدا جدا جدا. يعني التانية كانت بارتلي، اما دي فريلي بتتحرك بحريه طبعا. ودي برضو الحته ذا موست كومن طيب، ده بيكون مهمه. لو جاء لكم مين الموست كومن طيب بتاع جوينتس نبقى عارفين. مهمه جدا يا شباب الاستراكشر بتاعتها اللي ارتكولار كارتليج وسينوفيا، فمهمين نعرفهم. نعرف ده برضو السينوفيا ممبرين. تمام. قربنا نخلص ولا لسه؟ احنا خدنا كام دقيقه؟ طيب خدنا يعني حوالي تلت ساعه اهو. السوبيريور نعرف بقى تعريف الحاجات دي. السوبيريور بيكون ازاي؟ لا الانفيريور ازاي؟ ده بيكون قوي، ده بيكون الهيد مش عارفه ايه، ده واقف بجنب، ده واقف بال كده، فاهميني؟ فمهمين. طبعا السوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا تعريفهم مهم، فالرابط بين الحاجات يا شباب الديفينيشنز دي مهمه، بس ساعات بتجي اختياري كتير. الكاردياك طبعا عندنا هنا الكاردياك ماسل والسموث ماسل. تمام. طيب هنا مش مهمين قوي، بس اعرفوا ان هي بتكون انفولنتري ودي بتكون استريتد. ماشي. نعرف ان انا عندي ان هي بتكون السموث ماسل هنا بتكون فاوند في الاور انترنال اورجانس. تمام. السموث ماسلز بتكون انفولنتري يا شباب مش فولنتري، فنركز عليها برضو. ان هي بتكون زي ار كنترولد اناتوميكالي، بتحكم فيها اناتوميكالي يا شباب. ايه تاني؟ طبعا اعرفوا انواع الماسلز دي واعرفوا الصور بتاعتها عشان مهمه. التايبز بتاع الساينوفيال جوينت يا شباب نعرفهم، مش عايزه الكلام اللي في الرغي ده كله اللي جنبهم، لا بس عايزه الانواع كده من بره وخلاص. تمام. طبعا لو في امثله زي كده ان هي بتكون ني ركبه وقلبه، فلا لا الكوع والحاجات دي لا نقراها ونعرفها، لكن باقي الرغي ده مش مهم قوي. لكن الامثله اللي عليهم مهم، يعني هنا مثلا زي الشولدر هنا مش عارفه ايه كده، فاهميني؟ طيب السبيشال موفمنتس ان سام سايتس مهمين. ماشي مهمين. طيب الماندبل والتونج مهمه، الماندبل يا شباب عظمه الماندبل واللسان والتونج مهمين جدا.
ال anatomical بلينز، الكورونا الايه، الكورونا البلين، فرونتال بلين، والساجيتال بلين، والهوريزونال ايه، والهوريزونتال بلين، والميديان بلين، نعرفهم لكن مش مهمين قوي يعني. طيب ال ايه تاني، الالنا دي بتكون لونج بون كديفينيشن كده مهمه، الشافت في الالنا مهم، الانتيريور والبوستيريور والميديال ماشي نعرفهم مش مهمين قوي بس نعرفهم. طيب ال كصوره كده نعرفها نبص عليها يعني على طول. السكين يا شباب، السكين الجلد بقى، طبعا عندنا اوتر لاير ماشي، ونعرف الوظيفه بتاعت الجلد، نعرف الاوتر لاير بيكون من تو زونز يعني نقراهم مش مهمين قوي على فكره، او ما تقراهمش عادي يعني انتوا فاضي، اللي مش فاضي خالص ما يقراهاش، لكن الفانكشنز بتاع الجلد مهمه، والسكين اكسسوارز اوف لافندجز او الزوائد، الزوائد اللي عندي بتكون مهمين، المهمين جدا يا شباب، الزوائد مهمه يا شباب جدا جدا جدا. الترمز ريليتد تو موفمنت متعلقه بيها، نعرف يعني ايه فليكشن ويعني ايه اكستنشن، مهمين جدا جدا جدا، شايف الفليكشن وضعه بيكون ازاي، لا الاكستنشن ازاي، فمهمين. الابدكشن والادكشن يعني ركزوا قوي 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 هنا، ادكشن وابدكشن اللي هو يعتبر في فرق بسيط جدا، السيركي ومدكشن تمام، فمهمين يا شباب قوي قوي قوي، جاي لكم منهم واحده او اتنين بكره في الامتحان ان شاء الله. ميديال ان وورد اور انترنال روتيشن، نعرف دي نقراها. ايه تاني، الفيمر كديفينيشن مهمه، كاب نهايتها وبدايتها والحاجات دي برضو مهمه، الاليوم تمام، عارفين اصعب حاجه او ارخم حاجه في الاناتوم هي سهله بس رخامتها في ان هي بتكون فيها عظام كتير، وعايزين تعرفوا مين بتكون عظام طويله، لا دي شكلها ازاي، لا كده، فهي دي رخامتها في كده تمام. طيب فيها تفاصيل كتير، اقصد البروكسيمال اسبيكت اوف الفيمر، نعرف اقراوا الصفحه كلها يلا، ان شاء الله معانا حد حوش بشرح لكم بضحكوا اهو يعني، بصوا اي يعني انتوا عندكم امتحان مش حاجه يعني ايه يعني مشكله ان انتوا تمتحنوا، ما فيش مشكله خالص. الهيومرس مهمه، فرقوا بقى بين العظم ده ليه بقى، عشان لما يجي لكم بكره كاركترستيك او سمات او صفات لعظم معينه، يقعد يقول لك كذا 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 كذا، ويقول لك صفات ويقول لك اختار بقى هي فيمرس ولا اسمها ايه، فيمرس ولا ايه التانيه، سوري فيمرس ولا راحت فين، ولا راديوس ولا هيمورس ولا ايه بالظبط، فيمر يعني ولا هيمورس ولا ايه ولا راديوس، فتبقوا عارفين تعرفوا تختاروا صح يعني، فمهمين جدا التفاصيل بتاعتهم مهمه جدا. بس فقرات الصفحه دي كلها برضو عشان ايه، مش كلها قوي يعني، انا عايزاكم بس تعرفوا الحاجات المهمه اللي فيها، اللي هو مثلا الهيومرس كونسيستس اوف الهيد مثلا، فمهمه، لا ده بدك تكون نون از زاد تويد تيوبروزيتي، فمهمه الحاجات دي فاهمين، اللي هو ما تقراوش كل حاجه برضو. بس فايه تاني، ايه تاني، الهيد مهمه نقراها، النك والجريتر ترونوكيتر والليزر ايه، والليزر ترنوكيتر والتابيا، التبيا عظمة التبيا مهمة يا شباب قوي 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 مهمة، اللي اقرأوها نوصلنا حد فين تاني، تعال رجع لي، كنا ماشيين تمام. قرأنا ده كله صح، وايه تاني ايه تاني ايه تاني، وصلنا حد التبية، تعالوا بقى هنا الفيبيولا، نعرفها، نعرف ان هي بتكون البون، سيبكم من الحاجات دي بتكون البون لوكيتد في كذا، لا ده البروكسيمال بتاع كذا، الديستال كذا، بس البروكسيمال والديستال الحاجات دي برضو مش بتبقى مهمه قوي. ايه تاني، السكيلتون اوف ذا فود، السكيلتون طبعا نعرفها، نعرف التورسلز والميتاتورسل عشان مهمين، التورسل يا شباب والميتاتورسل والايه والفلانجيز مهمه جدا، السكال كجمجمه مهمه، السكال مهمه، الايه تاني كرانيوم السكال باي ايه ذا سوبيريور اسبيكت اوف ذا سكال، نعرف الفيشال سكيلتون نعرفها، الايه تاني طبعا دي فيها اشكال الصور برضو قراوهم،
الفيرتبرال ايه كل يومين. طبعا هو بيدرس فعلا حرفيا الاناتومي، كل عظمه في جسمك بيقول لك دي ايه، لا ده بتتكون مش عارفه من كام بونز، لا ده فمهمه، بس اعرف ان هي بتكون سيريس ايه وفي ال 33 بونز، فمهمه بسميهم كل دي فيرتبرال. عندنا طبعا ايه، عندنا 7 عنق، عارفين بقى الحاجات بتاع 7 عنقيه، 5 قطنيه، وخمسه وهكذا. فاكرين الاغنيه بتاعت اللي كان بيحفظها لنا محمد صالح في الاحياء؟ فافتكروها بقى دلوقتي. عرفوها يعني مش قوي برضو بس عرفوها. الاسكاريوم، ماشي الاسكاريوم بيكون فورمد باي ايه، فيوجن، مش مهم قوي بس نعرفه من هو فيوجن ايه، من 5 سكرال فيرتبرا فمهمين. الاسترينيوم والريفس نعرفها، الضلوع طبعا مهمه، الضلوع مهمه، الديجستيف سيستم بقى مهم جدا جدا جدا، لابد ولازم يجي منه سؤالين على الاقل. نعرف ايه هي الانوماتري تراكت، بيكستندس من الماوس لحد الانس، مهم جدا جدا جدا، من الماوس يا شباب لحد فتحه الشرج، فده مهم. الاسيسوري جلاندس دي بتكون تشمل السليفري جلاندس، الغدد الايه اللعابيه والباروتود، نعرفهم عشان مهمين جدا. الماوس طبعا بينقسم لفيستبيول وماوس بروبر، مهمه جدا 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 يا شباب، لما تيجي في الامتحان افتكروني الماوس بروبر از تيست ايه، وفي الماوس كافيتي نعرفها، التيس الماوس بروبر هو ايه، والفيستيبيول هو ايه، نعرفهم نعرفهم عشان مهمين جدا جدا جدا. التيس يا شباب عندنا كام، 32 سنه، وعندنا 20 سنه، نعرف دي برايمري، لا دي سكندري، لا دي اسنان، وهكذا، مهمين جدا. التانج مهم جدا، ماشي. الفرانكس مهم، عندنا ناس فرانكس وفرانكس ولاريانجو فرانكس، فالثلاثه مهمين جدا جدا. كتعريف الاسوفاجوس المريء بيكون طوله كام، 25 سنتي، افتكروها قوي 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 قوي. الاستومك يا شباب مهمه مهمه مهمه، والاورفيسلس او الاورفايس دي او الاندس دي بتكون مهمه. ايه تاني، البوردرز مهمه، مش مهمه قوي ماشي، والسيرفيسس والبارتس مش مهمين قوي. السمول انتستين، الانتستين مهمه، واللارج انتستين مهمه. اجزاء السمول انتستين ثلاثه، دودونيوم جوجونيوم اليوم، دودونيوم جوجونيوم اليوم، من الاول من الثاني من الاخير كترتيب كده مهم، ده طوله قد ايه، لا ده كده مهمين جدا جدا جدا. اللارج انتستين طولها 1.5 متر، مهمه جدا جدا جدا، بتنتهي بالبيجنز، بتبدا بمين، بالاليوم، نهايتها بالاليوم تمام، عشان قلت لكم دودينيوم جوجينيوم اليوم، ما هو الاليوم ده نهايه مين، السمول انتستين تمام، فاوريدي يبقى يكون هو ادز اند نهايته تكون الايه، يعني لما بينتهي الاليوم تكون نبدا بقى في اللارج انتستين، تاني لما الاليوم ينتهي نبدا في اللارج انتستين فل. نعرف ايه تاني، اللينس طبعا هو هنا مجمع لكم بقى طبعا دي طولها كام، لا ده دي طولها كام، فمهمين جدا. المقارنه هنا هاجي منها اسئله عشان مهمه جدا جدا يا شباب. السيرتين اكسسوري جلاندس، عندنا السليفر جلاند مش عارفه ايه، كروهم يعني مش مهمين قوي. الاكسترا هيباتيك بيلوري باساج اللي هو الهيباتيك ايه دكت، ونعرفه مهم. الكومن هيباتيك دكت مهم. حاجه تاني، الكارديو فاسكولار سيستم في غايه الاهميه، وشرحها على فكره الحاجات دي انا شرحها على اليوتيوب بالتفصيل، فيعني انتوا براحتكم. انا نبهت كام مره كده، قلت يا شباب اي فيديو ينزل بدخلوا اسمعوه، مش ممكن يكون بدايه الفيديو مش عليك، بس في النص هيجي لك الجزء بتاعك، ادخل اسمع الحته اللي قدم الفيديو كده وشوف انا بتكلم فيه عنه في ايه في العموم، وادخل اسمعه، مهم ليكم ليكم كتمريض، انتوا لسه سنه اولى، لو مش هتاخدوه في الترم الاول هتاخدوه في الترم الثاني، مش هتاخدوه في الترم الثاني يبقى في سنه ثانيه، وهك لسه قدامكم مشوار طويل يعني، فاوريدي اي حاجه هتصب يعني هتفيدكم 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 يعني. فممكن يكون مش بدايه الفيديو ليك، نصه لا اخره لا، فانت شوف الحته اللي تخصك فين وخدها من الفيديو، خليك ذكي وسرع الفيديو كده واسمعه كله، مش لازم اسمعه على سرعه واحد. انا والله عمري تقريبا ما كنت بسمع فيديو على سرعه واحد، انا دايما سرعه على اثنين، وانا وقتي سمين ولا انا اسمع على اثنين وبخلص وبفهم كمان، فحاولوا تمشوا الدنيا يعني. الابكس يا شباب والبيز والسيرفيسز مهمه ماشي. حاجه تاني لا تمام، عايز اعرف ان هي بتكون اذا كونيكال هولو بامب انسايز، لا مش عايزه حاجه تاني. هنا اعرف ان هو طبعا الهارت بيكون ان ابيكس وبيز تمام، فدي مهمه، تو سيرفيسز اند، يا جماعه اقفلوا الباب، نعرف ان هما فور بوردرز فدي مهمه نعرفها يعني. ايه تاني،
عذرا يا شباب. البوردر عندنا ابر بوردر ورايت بوردر ولور بوردر وليفت بوردر، فور بوردرز اهو. والرايت اتريوم نعرفه عشان مهم جدا جدا جدا. طبعا عايزك تعرفوا ان هو الابر بوردر بيكون فورمد باي كذا، نعرفها فورم نعرفهم كلهم. الرايت اتريوم اللي هو البطين الايمن، عايز اعرف في ايه، عايز اعرف ان هو الانتيريور ايه بارت، يعني اعرفه اقراه عامه ماشي. اللارج سموز بارت في بريزنتس اوف ذا ايه والفيس، طبعا دي مش ليفت اتريوم. نفرق بين بقى الرايت، فرق بين الليفت يا شباب والرايت فينتريكل، تمام. الاذينين الاذين والبطين، تمام. طيب الليفت فينتريكل تمام نعرفه، فرق برضو بين الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. ايه تاني؟ الارتريول، دي الحاجات الصغيرة تصغير ارتريز يا شباب، شرحها على اليوتيوب برضو. الفينز هبعت لكم الفيديوهات دي يعني لو كان في وقت، مفيش ادخلوا انتوا دوروا بقى بنفسكم. واوريدي خلاص ان شاء الله هعمل دلوقتي القنوات التشغيل عشان اظبط القناة ان شاء الله. الفينز نعرفها، نعرف تعرفها وتصغيرها فينيولز برضو. ايه تاني ايه تاني؟ المقارنة دي مهمة ماشي، المقارنة دي مهمة. طيب ال طولنا قوي. الاناستوموزس دي بتكون كونكشن بين مين ومين، مهمه مهمه نعرفها. يا شمس اقفل الباب. التورتس كورس ايه ارتيريوز مهمه، عذرا يا شباب. انواع السيركوليشن بتاع البلاد مهمه، انا مش عايزاكم تعرفوا غير السيستماتيك مثلا كده، عارف كده بس من بره يعني، ما تتعمقوش برضو فيها قوي، مش مهمين اللي هو يعني ان انتوا مش هيجي منها قوي. طبعا الاختصارات دي اعرفوها يا شباب. صبر يا رب، هنرجع تاني من الاول ولا ايه الدنيا؟ ايدي بتروح في اماكن كده اللي هو فيها بجد، بس ما بعدناش قوي برضو. كنت بقول لكم ايه بقى هنا المهم، كنت بقول لكم هنا والله نسيت احنا كنا فين اصلا. حد يقول لي يا شباب كنا فين، قولوا لي بقى هنقول لك ازاي. طيب قلنا يا شباب الانستومز قلت مهمه، وقلت الحاجات دي نعرفها مش عايزاكم تتعمقوا. السيستماتيك برضو نقراهم كده من بره، والبلمونري والحاجات دي من بره مش عايزاكم تتعمقوا قوي. الاورتا اند اتس مين برانشز نعرفها ماشي، مش مهمين قوي. كنت هنا في الاختصارات دي، اخيرا افتكرت الاختصارات دي مهمه نعرفها عشان ما يجيبلكش اختصارات بكره وانت تقول لي ايه ده يعني ده ايه، لا خليك عارفهم. طيب هنا descending aorta arches to give aorta، لا عدوا ماشي. descending اعرفوا الاسندنج ايه بس، والديسندنج ايه، وفرقوا بينهم مش عايزه اكتر من كده ماشي بس. طيب عذرا بقى الكتاب بتاعكم او الصفحات اللي هتمتحنوا عليها كتير قوي، ساعات بيقللوا لكم الماده وساعات بحس ان في ماده تبقى تقيله قوي وماده، بس خلاص خلصنا اهو. الليمفاتيك سيستم اعرفوا ان انا مثلا اقول لكم عندنا ايه هنا، السيستم كونسيستس اوف الليمفاتيك، نعرف ان هي بتتكون من الليمفاتيك ايه تيشو اند الليمفاتيك فيزلز، فدي مهمه ماشي. حاجه تاني ما اعتقدش يعني، في اللي فاضي يبقى يقرا شويه، دول كلهم مش فاضي خلاص عدي ماشي. تعالوا بقى الايه اخر صفحه دي، البوستيريور سيرفيس واللاترال بوردر والميديال بوردر نعرفهم. والاستراكشر بتاع الكدني مهم يا شباب قوي قوي قوي. الاستراكشر بتاع الكدني اتش كدني مش عارفه بتوزن كام كيلو، لا ده الحاجات اللي فيها مهمه. اليوريتر اللي هو الحالب مهم، اقراوا الحته دي كلها يا شباب، الكدني مهمه. وبس كده يعني، اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم، واكونش في ان شاء الله نكون قلنا كل حاجه يعني باذن الله. والله هي بكام بالظبط، هم 33 دقيقه والله ما يخرج منهم من الامتحان، بس عارفه ان انا قلت يعتبر انا مش سايبه حاجه يعتبر برضو، بس اللي انا قلت عليه لا ركزوا عليه، اللي بقول عدوا عدوا، واللي بقول جايه تبقى جايه، اما اللي بقول ها نقراها فلا هي يعني احتياطي مش اكتر. بس كده اتمنى يعني تكونوا استفدتوا، ما تنسوش اللايكات والكومنتات الجميله بتاعتكم عشان اقدر اكمل معاكم وابقى اكون لا احس ان دول يستاهلوا فانا بسيب الباقي عشانهم. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.